الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، اسعد الله صباحكم جميعا بكل خير. نحييكم اجمل واطيب تحيه من ارضيه ميدان الوثبه عاصمه الملايين والميادين لسباقات الهجن عبر انطلاقه شوطنا الثالث في تعداد هذه الاشواط عبر قناه ياسر الرياضيه وقناه دبي ريسنج. من تتابعون هذه الانطلاقات، ينطلق هذا الشوط بحفظ من الله ورعايته، تمنياتنا بالتوفيق والنجاح لجميع المشاركين. نذهب مباشرة إلى مقدمة الشوط وإلى المركز الأول. جود، من تسيطر على أرض الجود في مقدمة الشوط، ولكن من تتقدم في هذه اللحظات أميرة سعيد بن حمد بن مصلح بن جمهور الأحبابي، من يقدم لنا الأميرة مع المركز الأول. ثاني المراكز حدث حمد بن سيف بن نعيف العامري من يقدم هذا الاسم. المركز الثالث، من تتقدم فلك ناصر بن سالم بن سليمان الدوحاني من يقدم لنا فلك مع المركز الثالث. وفي رابع المراكز هناك الواصلة والمنطلقة في هذه اللحظات عواصيف خلفان بن سالم بن حمدان المنصوري من يقدم لنا هذا الاسم. الوصول مع المركز الرابع، تنطلق مباشرة أرى اللي هي الزاهية ظافر بن مسعود بن هادي الأحبابي. أنتقل مباشرة بدوري مع المركز الخامس في هذه اللحظات، من تأتي مشاهدين الكرام أرى اللي هي صدى علي بن سعيد بن سالم الزرعي من يقدم لنا صدى. القدوم والوصول في هذه اللحظات من العزوم تتقدم مشاهدين الكرام، ولكن التي غيرت سعيد بن يعقوب بن عبد الله السعيدي من يقدم هذا الاسم. الواصل والمنطلقة في هذه اللحظات صايبة حمد بن سعيد بن سالمين المنصوري من يقدم هذا الاسم، تحتل المركز الثامن. تاسعي المراكز أرى القدوم من الأندلس مشعل بن سعود بن حمود آلي نيبي من يقدم الأندلس. أما اللي في المركز العاشر وختام النداء الأول في هذا الصباح، الحذرة راشد بن سالم بن حمد ألف هيده المري. هكذا النتيجة مشاهدين الكرام لشوط الإبكار لا يقل أهمية. الناموس إلى وين يتوجه في هذا الصباح؟ بن سالمين راعي الحشوة أعلن حضوره في هذا الصباح المبكر مع مقدمة الشوط ومع المركز الأول، يقدم هذا الشعار اللي صار وقال بالنواميس وبالرموز. بالفعل صايبة صايبة حمد بن سعيد بن سالمين المنصوري يقدم لنا صايبة مع مقدمة الشوط ومع المركز الأول. ثاني المراكز، اللي في المركز الثاني عواصيف خلفان بن سالم بن حمدان المنصوري، ولكن نروح مع الصدارة اللي غيرت في هذه اللحظات. يا سلام، تتقدم مشاهدين الكرام وتغير إلى المركز الثاني. أرى اللي هي من تاتي الحذرة راشد بن سالم بن حمد ألف هيده المري يقدم هذا الاسم. الوصول الجديد من الوسمية أول إذا علي عبد الله بن ناصر بن هدوب العمري، وصلوا أبناء السلطنة يتقدمون بهذا الشعار مع المركز الثالث. رابع المراكز، من تاتي عواصيف خلفان بن سالم بن حمدان المنصوري. الكيلو الأخير، ما بعد كيلو إلا الناموس. المركز الخامس، تنضم مباشرة في هذه اللحظات صدى علي بن سعيد بن سالم الزرعي، ومن الجانب الآخر تنطلق مباشرة اللي هي الزاهية، الزاهية ظافر بن مسعود بن هادي الأحبابي. ولع الشوط ولع، بن سالمين ما زال في مقدمة الشوط ومع المركز الأول، تسيطر صايبة في مقدمة الشوط حمد بن سعيد بن سالمين المنصوري، ولكن العمري العمري قادم بكل قوة، قادم بكل قوة. يبي السلام لأهل السلطنة يقدم هذا الاسم. هناك اللي هي الوسمية عبد الله بن ناصر، لكن بن سالمين غادر انطلق للناموس. إن لم يكن كلام ثاني مع الوسمية، الوسمية صايبة صايبة صايبة، صاب الهدف ويابه بن سالمين في هذا الصباح مع هذا الشوط صايبة صايبة. ولكن المركز الثاني الوسمية ما منها مان، الوسمية 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 والعمري، أهالي بدية أهالي بدية يقدمون الوسمية. واسعد الله صباحكم يا أهالي السلطنة على هذا الأداء، على هذا الإبداع، على هذا الفوز. هنيان لك يا مالك الوسمية، وسلام بدي سلام، واسعد الله صباحك عبد الله بن ناصر بن هدوب العمري على هذا الأداء والإبداع. المركز الثاني صايب حمد بن سعيد بن سالمين المنصوري. المركز الثالث، من أتت مشاهدين الكرام صدى علي بن سعيد بن
بن سالم الزرعي، المركز الرابع اتت اللي هي عواصيف خلفان بن سالم بن حمدان المنصوري، المركز الخامس من وصلت مشاهدينا الكرام اميره سعيد بن حمد بن مصلح الاحبابي. هكذا النتيجه، تهانينا والناموس لابناء السلطنه وابناء ولايه بديه، من يهديهم مالك الوسميه عبد الله بن ناصر بن هدوب العمري، تهانينا لك على هذا الفوز والانتصار في هذا الصباح.